ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من الحملة التحسيسية لجامعة نواكشوط العصرية ضد الموجة الثالثة من فيروس كورونا في ولايات نواكشوط الثلاث، شهد مقر جامعة نواكشوط السابق ندوة تحسيسية بخطر هذا الفيروس القاتل. اسمحوا لي أن أشكركم جميعا على هذا الحضور المتميز من أجل المشاركة في هذه الحملة التي تأتي في وقت حرج إن صح التعبير، لأن بلدنا كالبلدان المجاورة وأغلبية بلدان العالم تدخل في موجة ثالثة من هذا الوباء الذي ظهر منذ تقريبا سنتين. أشكركم على المساهمة القيمة في هذه الحملة. أود أن أنتهز أيضا هذه الفرصة لأطلب من الجميع، من جميع الأسرة الجامعية وأسرة التعليم العالي بصفة عامة، المشاركة النشطة في هذه الحملة. أطباء وأساتذة تعاقبوا على الحديث عن أهمية أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود من أجل التصدي لهذه الموجة الخطيرة. وشهد ختام هذه الحملة فتح باب التلقيح أمام المواطنين الذين لبوا نداء بأخذ هذه اللقاحات التي أثبتت إلى حد الآن أنها الوسيلة الوحيدة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لهذه الجائحة.